حرص وانتبه غير تخمم تشري واحد من التليفونات اللي حنتكلم عليهم في الفيديو، لأنك راح تندم بزاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بروفيشنالز معكم ريان في فيديو جديد. اليوم في الفيديو راح نقدم لكم أسوأ الهواتف الموجودة في الأسواق الجزائرية ولسنة 2023 طبعا، وهالتليفونات ما نقول لكش حرص تشريهم، راح نقول لك حرص غير تخمم فيهم. فبل ما نبداو ومتعرفوا على هاد الهواتف، ما تنساوش ديروا لنا جيم لهاد الفيديو باش نوصلوا كالعادة 3000 جيم. ثاني اذا راكم حابين نزيدوا جزء اخر ونتكلموا على هواتف اخرى اللي متكلمتش عليهم في هاد الفيديو، وثاني في طريقك ما تنساش تشترك في القناه، هذه ثاني حاجه مهمه بزاف بزاف بزاف. ودروك نروحوا نتعرفوا على اول هاتف عندنا في هاد الفيديو. صح، التليفون الاول راح يكون الريدمي 10R، وبالنسبه لهذا التليفون ما راحش نقول لكم بلي هذا التليفون سيء ولا ما يستحقش كاع الشراء ولا تليفون راح تندموا عليه، على العكس التليفون هذا مليح. بصح عندي مشكل واحد مع هذا التليفون ولا مع الريدمي بمعنى اصح، واللي هو علاش الريدمي دارت لنا نفس المواصفات تاع الاصدار السابق، لان الريدمي 10R عندها نفس المواصفات بالضبط مع الريدمي نوت A الاصدار السابق. الاختلاف الوحيد بيناتهم هو التصميم، وهنا انا الصراحه ما فهمتش علاش شاومي دارت لنا نفس المواصفات. اذا خساره فينا شاومي هذه حاجه اخرى، ولكن على الاقل على الاقل لو كان شاومي بدلت لنا ولا زادت لنا حاجه خفيفه باش على الاقل نحسوا بلي كاين اختلاف، ولا شاومي دارت لنا على الاقل مجهود خفيف. تقريبا هذا هو الراي تاعي في ريدمي 10R. نروحوا دروك للتليفون اللي بعده. صح، تليفون زوج واللي هو الاوبو A77S، اللي لازم تعرفوا ان سعر هذا الهاتف هو 4,200,000. وثاني حاجه اخرى لازم تعرفوها ان سعر هذا التليفون وصل في واحد الوقت 5,200,000، ووقت مش بعيد بالك واحد شهر شهر ونص هكا. المعلومات لازم تعرفوها قبل ما تسمعوا المواصفات تاعه وقبل ما تشوكر. صح، مواصفات تاع التليفون راح نبداو اولا مع المعالج اللي هو كوالكوم سناب دراجون 680 4G بدقة صنيع 6 نانومتر، واللي هو نفس معالج تاع الريدمي نوت 11 ونفس معالج تاع الريدمي دي سي. الريدمي دي سي يدير 2,800,000 هكاك، والسعر تاع التليفون كما قلت لكم 4,200,000، اي اختلاف بيناتهم تاع تقريبا 1,400,000، اي تزيد 1,400,000 وتدي نفس المعالج. ثاني حاجه واللي هي الشاشه اللي فيها حاجه اللي على بالي راح تشوكيكم كامل. صح، الشاشه تجينا هنا بحجم 6.56 انش، هذه حاجة عادية من نوع IPS LCD، هذه حاجة شوية مش عادية، بمعدل تحديث 90 هرتز هذه حاجة عادية. الحاجة اللي مش عادية واللي حتشوكيكم كامل أن هاد الشاشة تأتينا بدقة HD Plus فقط. نعم كما راكم تسمعوا HD Plus فقط، وهذا التليفون بسعر 4,000,000، والكالاكسي M33 يعطينا شاشة سوبر أموليد 90 هرتز Full HD Plus بسعر 3,200,000 هكاك. اي كالاكسي M32 رخيص عليه 1,000,000 سنتيم ويعطينا شاشة خير منه بزاف بزاف بزاف. فبالمختصر شاشة تاع الاوبو A77S شاشة ما تصلح لوالو، واسوأ شاشة راح تديها في ميزانية 4,000,000 حتى 5,000,000 سنتيم. وتقريبا هادو هما العيوب تاع التليفون، اللي صح فيه زوج عيوب بصح هاد زوج عيوب قاتلين بمعنى الكلمة، والبطارية والكاميرات اللي متكلمتش عليهم لأنهم عاديين. فالتليفون لا يخمم فيه ولا لا يخمم يشريه، وهنا راح نقول لك أنك من الآخر راح تزنق فيه. هاد صح، ثالث تليفون عندنا راح يكون من شركة سامسونج محبوبة الجزائريين، واللي هو الجالاكسي A3. صح، واش هو العيب تاع التليفون؟ اول عيب راح نتكلموا عليه في هذا الهاتف واللي هو المعالج تاعه، اللي جينا مع معالج من نوع اكسينوس 850 بدقة صنيع 8 نانومتر. صح، هذا التليفون ولا هذا المعالج يعطينا في منصة اتوتو بيرشمارك اللي تقيس لنا قوة الهاتف حوالي 130,000 نقطة فقط. استروا لي مليح على كلمة فقط، لأن سعر هاد التليفون حوالي 3,300,000، و 3,300,000 هو تقريبا نفس سعر تاع الريدمي نوت 11،
والريدمي نوت 11 يعطينا حوالي 240 250 260 الف نقطه في منصه انطوتو بيرشمارك. وبلا ما نهضروا على الريدمي دي سي اللي هو رخيص عليه ويعطينا حوالي 240 الف نقطه. فمعالج هذا التليفون بدون اي مبالغه معالج سيء. ثاني عيب عندنا في هذا التليفون واللي هي الشاشه تاعه اللي تجينا بحجم 6.6 انش بدقه فول اتش دي بلس، وحتى لهنا رانا ملاح. وثاني مع غوريلا جلاس 5 وهذه ثاني حاجه مليحه، بصح يجينا مع اي بي اس اس دي ومعدل تحديث 60 هرتز، والتليفونات اللي بين 3 ملايين حتى 4 ملايين دروك راهم يمدونا حاجه فوق، يا اما يمدونا اموليد يا اما يمدونا معدل تحديث مرتفع على الاقل 90 هرتز. وكان حتى تليفونات دروك في فئه 3 ملايين حتى 4 ملايين لم يعطونا اموليد ومع 90 هرتز كما جالاكسي ان 32 كما ريدمي نوت 11. فشاشه تاع جالاكسي ا 13 شاشه عاديه بزاف. ودروك نروح نتعرفوا على التليفون اللي بعده ولا المصيبه اللي بعده. بالنسبه للتليفون الرابع اللي حيكون من شركه اوبو تاني واللي هو الاوبو A54S. التليفون يجينا مع معالج من نوع الميديا تيك هيليو جي 35 بدقه تصنيع 12 نانومتر. نعم كما راكم تسمعوا هيليو جي 35 بدقه تصنيع 12 نانومتر، وهذا المعالج اعطانا حوالي 118 الف نقطه في منصه انطوتو بيشمارك. وراح تقولوا لي تقريبا نفس سكور تاع جالاكسي اتريز، لكن مشكل ان الاوبو A54S غالي على جالاكسي اتريز بحوالي 500 الف. نعم 500 الف. نقدر نقول لكم حتى التليفونات اللي بين 2 ملايين و 500 الف حتى 3 ملايين عندهم معالج اقوى من المعالج الموجود في التليفون. ثاني سلبيه عندنا في التليفون وهي من ناحيه البطاريه، حيث البطاريه تاعه تجينا بحجم 5000 ملي امبير واللي هي صح سعه مليحه، بصح المشكل ان هذا التليفون ما يجيناش مع شحن سريع. ثاني سلبيه عندنا في التليفون وهي من ناحيه الشاشه، حيث الشاشه تاعه تجينا من نوع اي بي اس ال سي دي بدقه فول اتش دي بلس، اي هذا التليفون ما فيه ني اموليد ني معدل تحديث مرتفع على الاقل 90 هرتز، لا صوته مرتفع لا طبق حمايه قويه. شاشه التليفون ماشي عاديه، سيئه الاعلى 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 درجه. فبالمختصر هذا التليفون ما عندك حتى سبه ولا حتى حاجه تخليك تروح تشريه، حتى الكاميرات اللي في التليفون عاديه لاعلى درجه. فهذا التليفون بالمختصر سيء. ودروك اخر تليفون عندنا في الفيديو، لاني مانيش حاب الفيديو يطول بزاف، لكن اذا راكم حابين نديروا جزء اخر كتبوا لي تحت في التعليقات، لانه مازال كاين بزاف تليفونات سيئين في الاسواق الجزائريه. صح التليفون التالي عندنا في هذا الفيديو راح يكون تاني من شركه اوبو، اللي كما قلت لكم راح تسمعوا بزاف اوبو ولا سمعتوا بزاف اوبو في هذا الفيديو، واللي هو الاوبو رينو 7. الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها ان سعر هذا التليفون دروك وفي وقت تجريلي لهذا الفيديو هو 5 ملايين و 800 الف. والحاجه الزوجه اللي لازم تعرفوها ان سعره كان في جواه 6 ملايين و 600 الف. صح هذه المعلومات خليهم عندك. دروك نروحو نتكلموا على المواصفات تاع التليفون ولا الاسباب اللي خلاتني نقول هذا التليفون سيء. اول حاجه واللي هي المعالج واللي هو سناب دراجون 680 4G. صح هنا اوبو دارتنا المعالج نفسه الموجود في الريدمي نوت 11، وهنا قلت لكم ريدمي نوت 11 لاني صراحه حشمت نقول لكم الريدمي دي سي، لان الريدمي دي سي نصف سعر تاع اوبو رينو 7. فانا حشمت نقول لكم الريدمي دي سي لاني على بالي راح تشوكوا بزاف، وانا مش حابكم تشوكوا، نحبكم تكملوا معايا الفيديو. وتقريبا كامل التليفونات في هذه الفئه السعريه بدون اي مبالغه راح تعطيك الدوبل قوه تاع التليفون. ثاني حاجه عندنا واللي هي البطاريه اللي تجينا بسعه 4500 ملي امبير، بصح بسرعه 33 واط. وهنا كما على بالكم انا نتكلم على تليفون اللي سعره تقريبا 6 ملايين سنتيم، والسعر تاعه ديجا كان 6 ملايين و 600 الف. لو كان على الاقل درت لنا 50 واط كما رينو 5. كما على بالنا رينو 5 اصدار قديم، اي لازم يكون فيه سرعه اقل، لكن اوبو العكس تعطيك اصدار جديد وتعطيك سرعه اقل وتاني معالج اقل، لان رينو 5 تاني المعالج تاعه قوي تاع الاوبو رينو 7. هادو هما تقريبا ابرز الاسباب اللي خلاتني نتكلم على هذا التليفون. السبب الاخيره ان سعر هذا التليفون في وقت دخوله للجزائر كان في جوايه 7 ملايين وحاجه، وهنا راني حاب نوصل لكم ميساج بان ما تشروش تليفونات تاع اوبو كي يخرجوا ديريكت. تقريبا هذا مكان تاع رينو 7. وتقريبا هادو هما كامل التليفونات اللي عندنا في هذا الفيديو، لان كما قلت لكم مانيش حاب هذا الفيديو يطول بزاف. فهادو هما التليفونات اللي حبيت نتكلم عليهم، ولكن كاين تليفونات اخرى تاني سيئه وراهي موجوده في الاسواق حاليا
وبزاف ناس تغلط وتروح تشريها. اذا راكم حابين جزء اخر كتبوا لي تحت في التعليقات، وخلونا نوصلوا هذا الفيديو ل 3000 نجم. ودروكم قلقين نقولكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش جيم الفيديو وتشتركوا في القناه وتبارطاجوا هذا الفيديو كامل صحابكم باش ما يطيحوش في الغلطه اللي طاحوا فيها بزاف ناس. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.